لما هيكون في العاصمة الإدارية الجديدة اللي احنا بنتكلم عليها هي مش هيبقى فيها أماكن للإعاشة، هل ده اللي هيشتغل فيها مين؟ هيشتغل فيها كل الناس، كل المستويات. احنا لما جينا قلنا نعمل العاصمة وفوجئنا هنا إن كتير من الناس في مصر ما كانتش مستوعبة الفكرة، ليه عايز تنقل؟ تودي هناك ليه؟ لكن احنا قلنا ان احنا هنعمل دولة جديدة، والدولة الجديدة دي بنقلها قلنا ان احنا مش هنتنقل بننقل بني آدمين، لا احنا بنبني وبنعيد صياغة الدولة المصرية وبنعمل ميكنة كاملة وبنعمل قواعد بيانات شغالين فيها بقالنا 3 سنين ونص في مصر، عشان لما نروح هناك تبقى الحكومة الذكية شغالة بتكلم بعضها، بتفكر مع نفسها، بتعمل إجراءاتها بشكل يقلل كتير من العمل البشري ومن الوقت ومن الأخطاء. نقل الحكومة من مقرها في القاهرة إلى المقر الجديد أو مقرتها الجديدة، احنا مش بنعزل، لازم نتنقل بفهم جديد، بقدرة جديدة، بنظام جديد، الحكومة الإلكترونية والحكومة الذكية. إن احنا بنحاول نحول أراضينا التي كانت قيمتها محدودة جدا جدا إلى أراضي ذات قيمة مرتفعة من خلال تطويرها. هي الحكاية كده، بما فيهم العاصمة. أيوه بما فيهم العاصمة. فالجديد الناس بتتصور ان هو تكلفته ايه؟ غالية. لا والله، النهارده احنا بنتكلم في القاهرة حتى الآن اتصرف عليها خلال ال5 6 سنين بتوعنا دول 280 مليار، كل حاجة معمول حسابها للناس عشان تعيش. المساحات الخضراء اللي احنا بنتكلم عليها هي عبارة عن في إطار حرصنا على الاستفادة من المية بتاعة الصرف وعدم هدرها في أي مكان، نستفيد من المية اللي موجودة، مياه الصرف الصحي، وعاملين برنامج ضخم جدا عشان نصل لمليارات المكعبة من المياه نعالجها ونستخدمها مرة واثنين وثلاثة. فمن ضمن الاستخدامات بتاعتها هي المناطق الخضراء. اللي اوعى تتصوروا ان احنا اللي بنتكلم عليه ده في العاصمة بس، لا، ده جيل جديد من المدن يتحقق فيه كل المطالب اللي احنا بنتكلم عليها هنا. مدينة عالمية بتحط عليها معايير لاندسكيب عالمي. تمام. الشوارع اللي فيها تتسع حركة البني آدمين دي كلها. لكن احنا عايزين الدنيا تعرف ان احنا عندنا شركات وطنية قدر على انها تعمل شغل بالمستوى ده، بالتحديات دي. احنا بنعمل امر التاريخ هيتوقف قدامه كتير ويشوف احنا بفضل الله سبحانه وتعالى عملنا الايه لاهلنا، مش بس في القاهره، وزي ما قال الدكتور مصطفى انه امتداد طبيعي، استدامه النمو. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى بنعمل دولة ذات شأن، دولة ذات شأن، وهتشوفوا. وبعد سنين طويلة مش كتير قوي هيبقى في يوم الناس هتقعد تقول يا قد كده كان كل ده متخطط وبيتنفذ عشان تبقى بلدنا بالمستوى ده. مش شكل، احنا مش بنتكلم في شكل، احنا بنتكلم في شكل وفي مضمون.